تؤمر بحاجه يا ابو زمل؟ لا مؤاخذه يعني كنت عايز المعلم ابراهيم الابيض. شايف الراجل اللي قاعد هناك ده ومعلق توت؟ ده بتوت؟ اه شايفه. اهو ده بقى المعلم ابراهيم الاخضر. شكرين يا معلم. يا بيسة على الناس الكويسة والعيون المدعمسة يا معلم. ايه يا عم الكلام القديم اللي انت بتقوله ده؟ وايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ انت خارج من فيلم ابيض واسود ولا ايه؟ الحاجات دي اتلغت من زمان جدا يا لولو. عدم المؤاخذة انا معلم، امال الحرامية دلوقتي بيلبسوا ايه؟ بيلبسوا برمودة؟ لا بس لو كل الحرامية لبسوا زيك كده هيتقبض عليهم في التو واللحظة. امر يا عم الحرامي القراري ما تلاقيش دماغي، انت عايز ايه؟ عدم المؤاخذة انا معلم، انا جاي لك مخصوص يعني يرضيك ان واحد من منطقتك ينط على منطقتنا ويقلبها ويسرقها. انا لعلمك كنت هقدمه، بس انا قلت برضك اعمل حساب للكبير كده. انت عداك اللولش. ومين بقى الواد؟ الواد ده ما ينصصش معايا؟ ده الواد ده هيتليش. عدم المؤاخذة انا معلم انا معرفوش، انا كل اللي انا اعرفه انه بعد ما سرق سرقته ساب الرقم القومي بتاع واحد اسمه عادل سعيد، وعادل سعيد دخل بلاوي يا معلم. وعادل سعيد ده كان من بيت اهلك؟ استنى كده واد اعمل سيرش على التوت ده واشوف النتيجه هتطلع حالا. تعمل سيرش؟ اه. وعدم المؤاخذة انا معلم انا بحب فعلا الحرامي المثقف الواعي اللي مدرك للتطورات اللي حاصله. مين اللي عمل لك البروجرام بتاع الشيرس ده؟ انا عامله على ايدي ياض، ده مكلفني 35,000. لا لا ليش، استنى عشان النتيجه هتطلع ايه. هتطلع من اللابتوت؟ اللابتوت انت شكلك مش ليك في التكنولوجيا خالص. بالبرتر. بالبرتر؟ ايوه. يا سلام، عدم المؤاخذة الناس الجهله بفاكرين اسمه برينتر يعني. هو ده اللي مش كنت عامل حسابه. ايه طلع مين يا معلم؟ الواد زنجل هجاب، عيل واطي صحيح. واطي فعلا يعني، يا ربنا يعلي منك انت بقى يا معلم. اما اشوفك يا زنجل ده انا هللشه. طب عدم المؤاخذه يعني يا معلم ممكن ما تشوفوش تاني يعني يا معلم؟ منجيبه منين؟ اشوفه ازاي؟ كان سهران معايا امبارح بنللش مع بعض، وهو قال ان هو جاي النهارده، بس هو مش لولش في كلامه. اه بس لعلمك ممكن ما يجيش، ممكن ياخد السريقه بتاعته ده ويتكل على الله ما نشوفش خليقته تاني. ليه يا عم؟ هو انا هفا ولا ايه؟ ده انا كنت اجيبه لو مستخبي في بطن امه. طب يعني يا معلم لو مستخبي في اي حته تانيه غير بطن امه تعرف تجيبه برضه؟ بص يا معلم، تعدي عليا بكره ونقعد نتصفى ونخلص الموضوع ده. بص عشان مش تنسى، ده الكارت بتاعي، كلمني. طب عدم المؤاخذة يعني الكارت بتاعك اربع ارقام بس؟ طب ما انا ساكن قريب. ايوه يعني اكلمك ازاي يعني يا معلم؟ تكلمني ليه؟ ما انا قاعد هنا على طول، التليفون متراقب. اه لا مؤاخذة يا معلم، يبقى ما فيش داعي للكارت، ابقى اجي لك هنا على طول. طيب يا صح يا معلم. ما بتفتحوش ليه؟ ما بتفتحوش بسرعه ليه؟ اكيد عادل هنا وانتم مخبيينه. فتشوا المكان كله. الله، مين الاخ ده؟ مين شنبعته ده؟ ده 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 حميدي. ايوه حميد الاهبل. ايوه حميد الاهبل ابن الهبل. ايوه موكوس. يبقى ابن خالد جوز عمه مرات ابويا. ايوه يا حميد الاهبل اخو البنت الهبل، جاي من بلدي ومعاه جره فول اهي. يا راجل معاك جدرة فول؟ اللي يجي من بلد يجيب جدرة فول؟ انا اعرف اللي يجي من بلد يجيب فطير وحاجات بتطير. ايوه من يا كنت اجيب فطير وحاجات بتطير، وبعدين امي كانت بتعمل الاكل وانا على اول الطريق الزراعي جابلتني صبيه حلوه قوي. بس ودي فول ليه يا؟ انتوا بلدكوا ايه؟ احنا بلدنا اصلاني امي كان القطر، ومش امي دي، امي التانية اللي بلدني، واحنا بلدني من يا الفول. اعمل لك سندويش؟ لا 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 يا موكوس يا اهبل يا ابن الهبل. لا انا عايز سندويش. لا يا باشا مش وقت، انت يدوبك على شغل، يدوبك عشان تلحق تلاقي عادل، وندور على عادل الكتم يا موكوس يا هطل. تمام يا فندم، مفيش حد في الاول. دورت كويس يا ميدو؟ شفت حضرتك، مش انا قلت لك ان عادل ما جاش هنا؟ مش ممكن حضرتك، احنا نحتجز واحد متهم في قضيه، احنا فورا الاول ما نلاقيها نيجي نقدمه لحضرتك، لان مفيش احسن من محاكمه الام لابنها. فكره، انا طول عمري بحب الست المثقفه. ارسل حضرتك مسيو زابيت. هي اللي متجوزه اخويا، انا اللي فاضيه وبحب الست الفاضيه. او مسيو زابيت جوزت تري جونتي سي فري يعني حقيقي، وبحب الناس الرايقه. او ميرسي.
اسمع انت يا بيهبل، لو عادل جه هنا ابقى قول لي على مكانه وليك الحلاوه. ايوه انا بحب الحلاوي، بحب الحلاوي، انا عايز الحلاوي. الحلاوه شعر، الحلاوه شعر. اوكي اتفقنا، يلا يا رجاله. يا سعاده حضره الظابط، احنا مستنيينك على الغدا، بس اوعى تتاخر. والله يا امي حسب الظروف. ادعوا لي يا جماعه الاقي عادل. لا اله الا الله. ان شاء الله هتلاقي عادل ان شاء الله. مع السلامه يا الظابط، مع السلامه يا عساكر، مع السلامه، مع السلامه. كده يا سناء، كده يا سناء، اهبل وعبيط. انا اهبل وعبيط يعني؟ وانا اللي اكل هبله؟ مش لازم يتقبض عليك بشنبك ده. ماشي، المهم يا جماعه عايزكم تركزوا معايا. انا كويس ان انا عرفت اهرب واوصل لكم لغايه هنا. ركزوا معايا، لان بجد انا مستقبلي كله في ايديكم انتوا يا جماعه. عايزكم تساعدوني. الخطه هشرحها لكم دلوقتي. ماشي اوكي. خش ياض، خش. تعالى. ايه ده؟ ايه المكان ده يا ريس؟ ايه ده، انت جايبني غرزه؟ انت عايز انحرف ولا ايه؟ يا سلام عليه، عامل الواد محترم قوي. المهم انا عايزك بقى تركز، في واحد هيعدي دلوقتي عايزك تبص له كويس. ايه الطول ده؟ يا ابني مش ده، لا مش ده، تعالى معايا. واحد معين اول ما اشوفه هشاور لك عليه، عايزك تحسده يا ياض. احسده؟ لا ريس، انا عليا مش وحشه، ده سوء تقدير مش اكتر. هنمشيها سوء تقدير اهو، هو اللي هناك ده. يالا ده انا احسده ازاي ده؟ ايه ده؟ ده ما فيهوش حاجه تتحسد. ياض ركز معاه في اي حاجه، في فانيليته، في طقيته، المهم تحسده. انا هروح اقعد معاهم دلوقتي وعايزك تركز معايا، لا اوعى يفلت من عينه كده. اندحرج التماسة يا سيد المعلمين. صباح الفل. ايه مين ستيفان روستي ده كمان؟ ياض ده المعلم سافوريا كبير الطوابق والمناطق المحيطة. واحيانا بتفسح في المهندسين والمناطق المحيطة. وجاي هرج هنا يا معلم، ده شكله اللي فاعس فين ما بيننا وخلاك تبقى كرفتي كده. الله صحيح ياض يا زنج، انت اللي طفشت الخزنة اللي في منطقة المعلم سافوريا؟ يا كبير انا يجيلي قلب خط برا المنطقة من غيرك برضو. وجالك قلب، جالك قلب وجالك كرشة وجالك كبد كمان، ونطيت على المنطقة بتاعتي. ده تلاقي عيل من منطقتك استقفاك ونط قلب الخزنة من وراك وانت مش دريان. يا دي التواوة، انت تقعد تتخانق وانا واقف؟ اقعد يا دي التواوة. مؤاخذة معلم. بص يا دي يا زنجة، انا استقصيت على اللي عمل الموضوع ده، وعرفت ان انت كنت خارج نطاق المنطقة في اليوم ده، فقر واعترف احسن لك. الانكار مش هيفيدك، واللولوش ملوش رجلين. ماشي، وما تخافش مش هتتجرح في كتير، 8 غرز بس. والله يا معلم دي كانت خزنة فقايري، ده هم اللي كانوا فيها 20,000 جنيه بس. خلاص حق الله، 30,000 ليا و20,000 المعلم سافوريا، تأديبا ليك عشان نطيت على خزنة في منطقته. عداك العيمة معلم. حكم القوي. خلاص ياض، تروح بسرعة دلوقتي تغور تجيب الفلوس وتيجي، بس اوعى تفكر نفسك تروح كده ولا كده. شرش على الجوج، هجيبك في سنتي. هو ده يالا، هو ده، احسده بسرعه يالا. لا انا خايف. يا ده احسده بسرعه، ما تخافش. لا انا خايف. مش هيعرف ان انت اللي حسدته. لا انا خايف. هلاوله مساء الخير، معانا الاخ زنجة، معاك رانيا سعيد من بروجرام خلف الاحداث. انا صورت معاكم قبل كده، ويا ترى بقى المره دي جايبين لي عقد احتراف في التلفزيون. حضرتك، هو حضرتك قلت المره اللي فاتت ان حضرتك هتوفى؟ يا هل ترى التوبه جت ولا لسه؟ يالا ده معاه فلوس كتير قوي، احسده يالا احسده. مش اكتر منك يا استاذ دولا، ده انت عندك محل فول وطعميه قد كده. اتفضل حضرتك معايا. يا ست الابله، التوبه دي تجيب لي الحرام الوكسه، وعلى راي المثل اللي بيقول لك الايد البطاله نكسب. طبعا شور شور. طب المشاهد سعيد جدا بيك ونفسه يعرف ايه اخر اعمالك الاجراميه في مجتمع الشرق الاوسط. بصراحه كانت من قيمه يومين كده، وكانت خزنه اجنس عربيات، انما ايه، كانت ملغمه، كان فيها يجي حوالي 70,000 جنيه. فعلا؟ قول لحضرتك ايه؟ هو حضرتك مرتبط؟ يا حضرة سيادة الظابط، تعالى، الراجل اللي بتصور قدام الكاميرا ده هو اللي سرق الفلوس كلها. هو ده؟ ايوه. مقبوض على كل الموجودين. ايه ليه؟ حضرتك ليه كل الموجودين؟ حضرتك انا ما عملتش حاجة، ده انا اهو جبت لكم المجرم الحقيقي. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ انا عادل سعيد. هو انت عادل سعيد اللي مدوخنا عليك؟ مقبوض عليه تاني. حضرتك ليه بقى؟ ما انا سلمت لكم المجرم الحقيقي خلاص. دي مرسام في الاسم قدامي. يلا. على مالك يا عادل، اوعى تتكامل على السلم. عزيزي المشاهد، بعد القبض على المتهمين والمتهمون والمتهمات والمتهمون، قد تبين براءة عادل سعيد وقبضوا على البطل القومي زنجة، وخدوا منه 70,000 جنيه.